السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شفنا بعض بين 360 فيلد، وده خاصة لو انت في الموقع بتبدأ ترفع التقارير، تصور، تتابع المشروع. ابدأ هنا اقول له لوجن، فبيقول لي انت عايز تفتح اني حاجة بين 360 اكونت ادمن ولا بروجكت هوم بيش. طيب ده مشاريع موجودة، هقول له انا عايز اضيف مشروع جديد. المشروع ده مثلا هنسميه مثلا ITS. نوع المشروع دوت هيبقى عبارة عن ايه؟ مثلا هوتيل. الكونتراكت تايب نيو كونستراكشن ولا رينوفيشن. قيمة المشروع دوت تمام وبالدولار. العقد زين اند بيلت ولا IBD. التاريخ البدء في المشروع، تاريخ نهاية المشروع، قابلني لو اتعمل في المشروع في الوقت دوت تمام. البيزنس يونت بتاعتك، التاريخ، تقدر تحط صورة تمام. مثلا البروجكت ادرس، العنوان، السيتي، الستاتس، اللغه اللي انت تشتغل بيها، الوقت، سيف، وبعد كده خلاص المشروع بقى موجود. وبيقول لك انت ممكن تاكتف البيم 360 فيلد مع المشروع دوت. هقول له اكتفه دلوقتي. طيب اختار المشروع تمام اللي هتاخد منه التمبليت، يعني هتاخد كوبي للخصائص تمام. لو انت عايز الاسم بتاعك او الايميل بتاعك تمام، الكمباني تمام. لو انت عايز تغير الصورة سيف، يروح مسيف الحساب بتاعك، وتقدر تضيف اكتر من شخص للمشروع دوت.